مشعل الشمري احد الاسماء التي تمتلك الخبره الكافيه لاعطاء الاضافه. كره تلعب التسديده، يا سلام على التمريره والتسديده من رامين. رامين رضايان يسجل اول الاهداف. شوف هكذا تسجل يا فهد قاسم، هذا كان جواب رامين رضائيان في الكرة الماضية. تمريرة مشعل قاسم الشمري كانت بالملي، تمريرة مشعل قاسم الشمري كانت بالملي لرامين رضائيان، والاستلام والترويض كان رائع والتسديد. كرة تصل محمد مدثر بظهر الرجل، كرة تلعب مشعل 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 يسجل الهدف الثاني. مشعل قاسم الشمري، يا سلام على الاحتفال بعد هدف كان رائع والتمريرة كانت جميلة. تمريرة كانت جميلة من محمد مدثر في الكرة الماضية. يسجل مشعل قاسم الشمري والابتسامة بعد الهدف الثاني الذي يأتي لصالح نادي السلية. هدف ثاني يأتي لصالح نادي السلية. شوف محمد مدثر الدخول إلى العمق والتمريرة كانت رائعة، تصل إلى مشعل الشمري وهو يعد الريان أن يكون بطلا في البطولات والمحافل الكبيرة. كرة تلعب الآن لنادي السلية الرأسية، يا السلام يا السلام. يسجل فهد خلفان الهدف الثالث برأسية رائعة كانت، والارتقاء كان أجمل من فهد خلفان في الكرة الماضية ليسجل الهدف الثالث ليتقدم وتتقدم الشواهين بالثلاثية نظيفة على الملوك في مباراة البحث عن رامين في الكرة الماضية، ولكن طالت مدثر بطريقة رائعة. مدثر يا ساتر يا مدثر، المرور والتحضير واليسارية الأرضية الصعبة التي تسكن شباك نادي قطر. هدف رابع، هدف رابع يأتي لصالح نادي السلية، وأخيرا الثالثة ثابتة يا مدثر، الثالثة ثابتة يا محمد مدثر ليسجل الهدف الرابع بعد ثالث محاولة كانت للاعب محمد مدثر بطريقة رائعة وجميلة الآن لصالح نادي السلية. خطيرة لمحمد صلاح، محمد صلاح يبحث عن الأرضية العرضية. فهد خلفان يسجل الهدف الخامس، فهد خلفان يسجل الهدف الخامس، فهد خلفان يضيف الهدف الخامس والثاني الشخصي له، الثاني الشخصي له في مباراة اليوم. ولكن شوف العرضية في الكرة الماضية كانت رائعة، شوف التقدم بطريقة رائعة من محمد صلاح، من محمد أو محمد مدثر هو من أعطى العرضية. مشعل قاسم يلعب كرة إلى أمام، يا السلام بنفس الطريقة، بنفس الطريقة للهدف الأول. يا السلام يا السلام يا السلام على نادي السلية بنفس طريقة الهدف الأول، ولكن هذه المرة محمد صلاح يمرر كرة لفهد خلفان ليسجل الهاتريك الهدف الثالث له في مباراة اليوم، ليسجل نادي السلية الهدف السادس. شوف شوف الإعادة، شوف الإعادة، المرور والدخول إلى العمق والتمريرة، شوف شوف التفاهم بطريقة رائعة. كل هدف أحلى من الثاني، كل هدف أحلى من الثلاثين بالمئة لصالح نادي قطر، سيطرة وكل شيء لصالح نادي السلية. يا السلام على التمريرة، يا السلام على التمريرة، يا السلام على التمريرة في الكرة الماضية ليسجل نادي السلية الهدف السابع. شوف التمريرة كانت ثلاثة أرباع الهدف، ثلاثة أرباع الهدف من التمريرة اللي كانت رائعة من فهد خلفان. شوف الإعادة للكرة الماضية، شوف الإعادة للكرة الماضية، مشعل قاسم إلى فهد إلى التمريرة الخيالية من فهد خلفان. فهد خلفان على التنفيذ، فهد خلفان والعرضية الخطيرة والهدف الثامن. نعم الهدف الثامن ليتساوى الشوط الأول بالشوط المباراة الثاني، ويسجل محمد صلاح الهدف الثامن لصالح نادي السلية. صارت ثمانية، صارت ثمانية من محمد صلاح ليأخذ نصيبا من الأهداف المسجلة في مرمى نادي قطر في مباراة اليوم. شوف الإعادة العرضية الرائعة والمراقبة